بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا قد انتهينا بالأمس في قراءتنا من كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة من إحياء علوم الدين الإمام غزالي رحمه الله، إلى قوله عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يحقر مسكينا لفقره وزمانته. لفقره معروف، وزمانته إنسان قد يكون مريضاً مرضاً لا يشفى منه، ولا يهاب ملكاً لملكه. قول هذا له ملك عظيم، إذن يعني زي فرعون توقع أن الناس ظلت تخاف منه وأله نفسه، لأنه اعتبر هذه الأرض إيش كلها ملك، ملك يدعو هذا وهذا إلى الله عز وجل دعاء مستويا، يدعو المسكين الفقير ويدعو الغني الملك، هذا مدعو وهذا مدعو حتى يؤمن بالله عز وجل. وكان الإمام الغزالي يلخص بهذه الفقرة التالية كل ما سبق، فقال: قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، حتى لو كان هنالك في ذلك الزمان من يقرأ ويكتب، فمن أين له في قضية إيش فتق السماوات، ما يسمونها اليوم نظرية الانفجار الكوني، نظرية الانفجار الكوني، من أين له أن الأرض بيضاوية دحاها؟ ولكنه كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الجهل والصحارى في فقر وفي رعاية غنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، تعلم التواضع وتعلم الرعاية. السياسة ساسة يسوس في الأصل، تتدرب أنت في عالم بسيط، عالم الحيوان، ثم تنتقل تتدرج يتيماً لا أب له ولا أم، يتيماً لا أب له ولا أم، سبحان الله. عمه أبو طالب رعاه، عمه أبو طالب رعاه وحماه إذ أرسل إليه، يتيم من أعجب معاني اليتم، من أعجب معاني اليتم، قالوا: ذاك الذي أبوه مشغول عنه. من أعجب معاني اليتم أن يكون الأب مشغولا إيش والأم متخلفة وأبا مشغولا. قالوا عن العائلة هذه الموجودة اليوم: اهتماماتهم بأشخاص موجودين خارج البيت، ويحبون الذين خارج البيت، ويتعلقون بالذين خارج البيت، والقدوة خارج البيت، والمحبة خارج البيت. ما عادت الأسرة؟ قال بعضهم: وقد أصاب، قال: نحن لسنا بحاجة إلى أطباء نفسيين، بحاجة أن يكون لدينا إخوة
وآباء، هذه بنرجع لها، وعمات وخالات وأعمام وأخوال. حينما يكون لديك أسرة ممتدة كما نقول اليوم، هذا يحدث هذا، وهذا يطعم هذا محبة وهذا. فإذا بالإنسان لا أب له، ولكن ليس كسيدنا آدم عليه السلام ولا كسيدنا المسيح، لا أب له، لا يعرف له إيش أب. عكسوا في أمريكا قراراً كان قد أباح الإجهاض في قضية معروفة عندهم، اسم القضية رو فيرسز ويد. عكسوها الآن، رجعوا قالوا إيش؟ ممنوع الإجهاض. طلعت المظاهرات النساء بقول لك أنا حرة، ولا واحد قال للنساء فيما قرأت، ولا واحد قال إيش؟ امتنعين عن الزنا. الإجهاض ليش؟ بلاش هالزنا، ولا واحد يتجرع من ساسة القوم أن يقول امتنع. هم عندهم مصطلح يقول إيش؟ ضبي الرجلين على بعضهما البعض، واضح القضية، عندهم مصطلح. أيها الساسة، ولا واحد فيكم، ولا واحد رجل رشيد لا يتجرأ أن يقول هذه الكلمة، إياكم والزنا. لا يعرفون من الأب. في فقر وفي رعاية غنم يتيما لا أب له ولا أم، صلى الله عليه وسلم. آواه الله عز وجل، علمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق، الحسن، الجمال، الفعل الذي يصل إلى درجة جمالية. ما هي محاسن الأخلاق؟ من الحسن الجميل والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول. وفقنا الله لطاعته في أمره والتأسي به في فعله، صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، مما رواه أبو البختري، قالوا: ما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل له كفارة ورحمة. متفق عليه. وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة. متفق عليه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلته فاجعلها له زكاة ورحمة، فاجعلها له زكاة ورحمة. ولا خادما، حديث أنس رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. 10 سنوات لم يتأفف من فعل فعله أنس، 10 سنوات ما قال له لما فعلت، ولم يقل له ألا صنعت كذا وكذا. المعنى يعني بالعامية، ليش ما سويت كذا؟ ليش عملت كذا؟ أوف شو اللي عملته؟ هذا لم يكن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10 سنوات وبعضنا لا يصبر 10 ثواني. كان في البيت لازم إيش؟ يعطي تقرير لكل فعل، والتقرير مطرز بأف وغير ذلك، يأف أقل الألفاظ. وقيل له وهو في القتال، وقيل له وهو في القتال: لو لعنتهم يا رسول الله
فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. حديث صحيح رواه مسلم. حتى في القتال الناس في القتال بتكون إيش يعني، وصل بها الأمر بلغ مبلغه، حتى في القتال في الأحضر لا يلعنهم، وبعض الذين قاتلوا أصبحوا صحابة كراما بإسلامهم. سيدنا خالد بن الوليد نعم كثر، لكن قائد من قادة إيش المشركين، أصبح قائدا من قادة المسلمين. وما ضرب بيده نعم، وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له: اللهم اهد فلان، اللهم اهد جميع خلقك لما تحبه وترضاه، حتى الذين آذونا، حتى الذين آذونا الله يهديهم، حتى الذين قتلوا 2 مليون من المسلمين في الجزائر، حتى هؤلاء، حتى الذين آذوا غير المسلمين، حتى الذين آذوا غير المسلمين. حينما خرجت حصل ثورة للعبيد في جزيرة هايتي، ففرضت عليها فرنسا أن تدفع 150 مليون فرنك من الذهب ثمن الاستقلال، مع المدة عدلوا إلى 90 مليون، 90 مليون فرنك ذهب، قالوا ما يوازي 17 بليون دولار اليوم، من أفقر أهل الأرض، وفقرهم سياسي بامتياز. لكن تقول عندهم هزات أرضية، ما عند غيرهم هزات أرضية، أفقروهم، جوعوهم، بدلا من أن يعوضهم المستعمر السابق يخلي وجه، الله أكبر، بدل من يعوضهم يأخذ مالا أفقرهم فقرا شديدا. ندعو للجميع بخير، اللهم اهدي المستعمر والمستعمر، وأن يخرجا من هذه العلاقة المشؤومة. وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى، وما انتقم من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. اللحظة التي يعني لحظة تاريخية مهمة جدا في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ذهب إلى الطائف شجوا رأسه، أرسلوا الصبيان شجوا رأسه، يعني آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، حتى خاطبه سيدنا جبريل عليه السلام وقال له أن ملك الجبال عند أمره، إذا أذن يطبق عليهم الأخشبين يعني تنتهي الطائف. ألم ترى قدرة الله عز وجل إذ تجلى للجبل فجعله دكا، راح لم يكن، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك تماما أنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فامتنع عن الانتقام، عن الانتقام لنفسه، عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وأهل الطائف من أهل الإيمان والحمد لله رب العالمين.
فكانوا من أهل الإسلام منذ ذلك وأسلموا في لحظة من لحظات أسلموا. ويعجبني في أهل الطائف جمال إلى جمال، جمال الإيمان، يشتغلون بزراعة الورد واستخراج الطيب، العطور من إيش؟ زيوت العطور من الورد. هذه عندهم إياها؟ نعم موجودة. فجمعوا طيبا إلى طيب، ورائحة زكية، رائحة الإيمان إلى رائحة زكية من خلق الرحمن. نعم. وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما. لا تشق على نفسك، لا تشق إيه على نفسك، خصيصا التائب إنسان كان له صولات وجولات، ظلم نفسه، صولات وجولات في دائرة الباطل ثم تاب، هون عليك فإن الله غفور رحيم. يعني هذا التائب قد يشق على نفسه مشقة شديدة، يظن أنه بهذه المشقة تتقبل التوبة. النية، صدق النية، الإخلاص، هذا هو إيه المطلوب. قال اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك. متفق عليه. وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته. متفق عليه. وقال أنس، وقال أنس رضي الله عنه والذي بعثه بالحق ما قال لي في شيء قط كرهه لما فعلته ولا لامني أحد من أهله إلا قال دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر. متفق عليه. بكتاب وقدر. يعجبني هم يقولون عندنا في بلادنا إذا انكسر الشيء يقولون انكسر الشر، إن شاء الله الشر ينكسر، ولكن الشيطان أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إنما من قال أن للأشياء أعمار فهذا صواب. الأشياء إيش؟ كما أن للإنسان عمر. يا سيدي الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، إذا استقرت معنى إيش؟ انتهى عمرها. والمجموعة الشمسية يعني شو بدي قاعد، هل تقعد المجموعة الشمسية الكواكب من بعد استقرار الشمس؟ لا، وهي الشمس هذه فقط أم كل النجوم؟ بل كل النجوم إيش؟ لها مستقر. والطاولة تكسر؟ نعم، أحدثكم عن الطاولة التي كسرت، وكنت شاهدا بل كنت قاعدا عليها. والكأس يكسر والوعاء يكسر، كسر لا حول ولا قوة إلا الله، يعوضكم خيرا، الله يبدلكم إيش. حتى الكون، لو أن السيارات لا تصطدم، السيارات لا تصطدم، السائقون عند عدم انتباههم كذا كذا، لو أن كل شيء، هذا لا يكسر وهذا لا يمرض وهذا لا يخرب، كيف ستسير الحياة؟ إذن أغلقوا المحلات واجلسوا في البيوت. سبحان الله. أما تلك الطاولة التي كسرت وأنا قاعد عليها، فكانت من عادتي حينما أدرس في الجامعة، حينما يكون عدد الطلاب كبيرا للتواصل أجلس على الطاولة للتواصل، أما إذا كان العدد بسيط ما يعني
حينما لا أرى خلف الصف الأول والثاني إذن أجلس على الطاولة. إن لم يكن هنالك إلا حلقة علمية طلاب ماجستير دكتوراه ما في داعي للجلوس على الطاولة. تصبح يعني تصبح المسألة إيش مذمومة. فتوفيت الطاولة لأنه انتهى عمرها، فتوفي الطاولة وأنا جالس عليها مثل أفلام الكرتون، أصبحت مسطحة على الأرض، وضحك الطلاب وضحكت معهم، ولكن منذ ذلك الوقت لا أجلس على الطاولة. يكفي إيش؟ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ما في داعي لتكرار نفس السيناريو. قالوا: وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا إن فرشوا له الطجع وإن لم يفرش له الطجع على الأرض. المعروف من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نام على حصير فقام وقد أثر في جنبه، يرى أثر الحصير من خشونته، يرى أثر الحصير من خشونته في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في السطر الأول فقال: محمد رسول الله. الآن هذه الاقتباس: عبدي المختار لا فضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، مولده بمكة وهجرته بطابة. طابة المدينة المنورة يثرب، وملكه بالشام يأتزر على وسطه هو ومن معه دعاة للقرآن والعلم يتوضأ على أطرافه. قال: وكذا نعته في الإنجيل. لكن يعني أنا أبحث الآن يبدو أنها صيغ مختلفة. نعود إليه إن شاء الله، لكن نستمر في القراءة الآن. وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام. هذه المسألة ما عدنا نبدأ بالسلام. أنا لا أقول هذا الأمر على إطلاقه، لكن ما عدنا نبدأ بالسلام. قبل قليل عمال يشتغلون على قارعة الطريق، قلت السلام عليكم وقلت يعطيكم العافية عند أهل الشام، غير العافية عند أهل المغرب. أهل المغرب يسمون العافية النار، عكس المسمى. فردوا التحية الثانية قالوا: الله يعافيك. إذا الأصل فيها أن تبادر فتحيي الناس، ولا تقل لنفسك لا تنتظر. تقول، تخاطب نفسك، تقول: أنا كبير القوم فأنتظر أن يحيوني أولا، فأنا في القوم كذا وكذا وكذا. هذا لا يصح، وهذا فيه من الكبر، هذا فيه إيش؟ فيه استكبار. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، ومن قاومه لحاجة صبره حتى يكون هو المنصرف. يعني توقع مع فلان صاحب الحاجة، لا يتركه بسرعة ولا يكون هو المبادر إلى الترك، بل يقف معه. هب أن الكلام بين عالم من العلماء وأحد الناس من أهل المسجد سأله سؤالا من بعد الصلاة، من قبل الصلاة،
لا يجوز أن يتبرم به ولا يجوز أن يجيب وهو يمشي. اصبر عليه، اصبر عليه، ولعله فقط بحاجة إلى أن يحدثه إنسان يثق به، لا أكثر ولا أقل. وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسله حتى يرسلها الآخر، يعني صافحك صلى الله عليه وسلم، لا يكون هو التارك، يبقي يده في يدك حتى تترك أنت. وهذه صفة جميلة جدا. نعم، كان إذا لقي أحد من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته عليها. يقولون هنالك تسمية أنواع المصافحة. نوع من المصافحة يقولون باللغة الإنجليزية ترجمة المصطلح، يقولون سمكة ميتة، يعني يمد اليد فيها برودة، ما في حرارة في المصافحة، وكأن الذي أعطاك سمكة ميتة. شوف تكون حالها، لو أمسك سمكة باردة ما في حرارة أتصر؟ هل يدخل عليك؟ إذن نبعد عن أنفسنا مصافحة تلك السمكة الميتة ويجعل هنالك حرارة في إيش؟ أقبل على أخيك، حاول أن تكون أنت المبادر بالسلام والمبادر بالمصافحة، واصبر حتى ينزع أخوك يده من يدك، من إكرام الرجل لأخيه ولجاره ولجاره غير المسلم. نسيج اجتماعي، نسيج إيش؟ اجتماعي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله تعالى. قولوا لا إله إلا الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال لك حاجة. السياق يظهر مباشرة أن فلان يريد أن يحدثه، فلان عنده إيش؟ حاجة. وقد ينتظر ذهاب الناس وهو يبقى في مكانه لأن له حاجة لا يريد أن يرفعها أمام الناس، فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة، ولم يكن يعرف مجلسه من مجالس أصحابه لأنه كان حيث انتهى به المجلس جلس. وذكرت فيما سبق أنه من ألذ الأحاديث، أقول ألذ لأن فيه طعم حلاوة، من ألذ الأحاديث على قلبي، القضية ليست قضية اللسان، ذاك العربي الذي جاء باحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أيكم محمد لم يميز نفسه عن أصحابه بلباس ولم يميز نفسه بعرش كالملوك، بل كان كواحد من الناس، حيثما وجد مجلسا مكانا جلس. بعض الناس يدخل المجالس اليوم فينظر إلى صدر المجلس وينتظر من الناس أن يقوموا له ويجلسوه في صدر إيش؟ في صدر المجلس. وما روي قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المكان واسعا لا ضيق فيه. أتبسم لأنني أذكر الآن بعض رؤساء الدول المعاصرين من الرؤساء الذين انتهت ولايتهم، كان يجلس في مكتبه أمام الناس والمسؤولين والمعاونين والحاشية والمستشارين والوزراء ويحدثهم
وقدماه على الطاولة، يجلس على الكرسي متكئا ويضع القدمين على الطاولة ويحدث كل هؤلاء. لا لا، أحد ومن الرؤساء الغربيين. لا لا فائدة في ذكر الاسم، لكن وأوباما مثلا على سبيل المثال للحصر كان يجلس وقدماه على الطاولة في المكتب البيضاوي ويحدث. حينما ذهبت إلى الجامعة في أمريكا ووجدت طالبا من الطلاب يرفع قدميه على الطاولة، والأستاذ وهو كبير في السن وراهب يسوعي يحدثنا، والطالب قد وضع رجليه هكذا بهذه الصورة، والأداب فقدت. ليس كل الأداب وليس عند كل الناس، إنما فقدت الأداب. لما تضع؟ ورأيت زعيما يعني وضع رجلا على رجل، وكان الحذاء يواجه وجه الزعيم الآخر. هذا لا ليس من الأدب. نعم حقيقة. وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، وكان يكرم من يدخل عليه، حتى ربما كان يكرم من يدخل عليه، حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه صلى الله عليه وسلم. أنت لابس عباءة، أنت تلبس عباءة فتفرد العباءة لتجلس عليها فلان من الناس وليس بينك وبينه قرابة ولا رضاع ولا تكريما. حلو. حيثما أجلسك المضيف اجلس، يريد أن يكرمك، هذا من باب. ثم لعله يجلسك على في مقعد في مجلس يحافظ على خصوصية أيضا إيش البيت. وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تكون تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. عزم عليه يعني أصر عليه أن يفعل. وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه، حتى يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه، يقبل على هذا وهذا وذاك، يقبل على الناس بوجهه، يعني وكأنه يوزع هذه النظرات لمن في المجلس، فيشعر كل إنسان في المجلس أنه قد خصه بشيء من هذا، بل أنه أكرم الناس عليه، حتى كأن مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف مجلسه وتوجهه للجالس إليه ومجلسه مع ذلك مجلس حياء والتواضع وأمانة. المجلس مجلس أمانة، والمجالس أمانات، والمجالس أمانات. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.